السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، في عنا حالة جديدة كمان تكررت معنا. بصراحة لازم الموضوع يعني يصير فيه له ترتيبات وله أمور وله عدة تحاليل، كويس؟ لأني صار أكثر من حالة وفاة عم تستدعي هذا الأمر، لكن لازم أعرف الأوتوبسي نتيجة التشريع بيبين أن الأسباب. بفضل الله سبحانه وتعالى ما في شيء للآن بفضل الله سبحانه وتعالى إلا كان سبب الوفاة مبين. ومثل هي رح نعمل نحن حاليا تشريح، كويس، ونشوف شو سبب الوفاة. طبعا هاي البقرة ما كان فيها شيء إطلاقا، باستثناء إنه زحطت البقرة وبركت على اجرة، يعني اجرة اليسارية نوعا ما قد يكون صار في تمزق اربطة او كذا، الا هي ما فيها شيء ابدا ابدا ابدا. وراح نشوف بالفيديو اللي بعده ان شاء الله نتيجة التشريح شو صار معنا وشو سبب الوفاة. وما تنسونا من اللايك والمتابعة والمشاركة، يا رب يسعدكم ويحفظكم يا رب.